صح النوم يا بطل. ايه كل النوم ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ الفلوس. محسن باشا عارفه الفاسد المعفن خد 100 جنيه عشان يخليك تقعد هنا وسطينا لحد ما نطمن عليك، بس انا خوفته قلت له لو رماك في الزنزانه لوحدك كده وحصل لك حاجه هيشيلوا كلهم المسؤوليه. انت راجل على ذمه قضيه يعني لسه محتاجينك. طب ما ودونيش للمستشفى. معاك فلوس؟ لا خلاص هنا ارحم لك. مستشفى السجن من غير فلوس موت محقق. عارف اخيرا التخيل ده بيدفع كام في حقنة الانسولين اللي النيابة صرفها له؟ 20 جنيه في الحقنة الواحدة، وإلا يقولوا له الكهرباء قطعت والأنسولين باص في التلاجة. ساتر يا رب، دول مش بني آدمين. لا يا راجل بني آدمين ونص، أنت بس اللي مش واخد بالك. يا أخي كل ما أبص على انفعالات الدهشة اللي على وشك أحس إنك مالكش علاقة خالص بموضوع تفجير الكنيسة ده. أنا فعلا ماليش علاقة بموضوع الكنيسة ده، وهم عارفين ده كويس، والكلب اللي اسمه عبد الرحيم عارف ده كمان. مش هسيبه غير لما يشهد بالحق ويطلعني براءة أنا وأخويا. طب إيه ده بس؟ إيه ده إيه ده؟ ما تفورش دمك، أنت راجل صاحب عاية دلوقتي. أنت فاكر إن كل واحد في اللي حواليك دول قتال قتلة مثلا ولا إرهابي دولي؟ أيوه، بس دي ناس شالت سلاح على الدولة وعلى ناس عزل، إنما أنا لأ، أنا غير. ومين قالك كده؟ في ناس شالت سلاح واتحكمت وقضت مدتها ولسه قاعدة في السجن بقالها 10 سنين، وفي ناس كانت قاعدة مع ناس شالت سلاح مجرد ان هم قرايبهم او اصحابهم برضو اتقبض عليهم مرميين في السجن، وفي ناس لا شالت سلاح ولا قعدت مع ناس شالت سلاح بس مجرد ان هم يتعمل لهم قضايا لضباط امن الدولة اللي مش لاقيين شغلانة، وفي ناس جات هنا في شكاوى كيدية. كل ده بفضل قانون الطوارئ المبجل. أيوه، بس برضو دي ناس منتمية لجماعات واقفة ضد الدولة، هي بتسميهم إرهابيين وهم مسميين نفسهم إسلاميين. أنا مالي ومال كل ده؟ حتى عاصم الله يرحمه اللي كان ساكن معايا واتقتل في التعذيب كانش ليه دعوة ولا بتنظيمات ولا يحزنون. برضو مش عايز تفهم. طيب عندك أنا مثلا، عارف بقالي كام سنة في السجن؟ 10 سنين بالتمام والكمال. تفتكر تهمتي إيه؟ مش عرفني. تهمتي إني حاصل على دكتوراه في المفاعلات النووية. هي في حد ذاتها مش تهمة، بس ضيف عليها إن أنا مقتنع بفكر جماعة الجهات. يا نهار أسود ومنيل. اتقبض عليا في 11 سبتمبر في بريطانيا. أنا كنت عايش هناك بقالي سنين. وبعد شكوى كيدية رحلوني على مصر. عشان بلدي الحبيبة تنتزع مني اعتراف إن ليا صلات إرهابية بتنظيم القاعدة. بلدي الحقيقة عملت اللي عليها. ما قصرتش. بس فشلت. مش لأني دماغي ناشفة ولا إيماني قوي. لا 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 لا. لأني فعلا ليش أي علاقة بتنظيم القاعدة. وديك شايف هتيجي مرمي قدامك أهو. بناتي كبروا وأنا هنا، وهيتجوزوا وأنا برضه هنا، وإن شاء الله خرجتي هتكون برضه هنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عم الحاج، يا عم الحاج، أنا مقدر مشاعرك والله، بس أنا ماليش دعوة بكل الكلام اللي أنت بتقوله ده، أنا غير. يا ابني افهم، أنا مش بقولك الكلام ده عشان أيأسك ولا أحبطك، أنا بس عايزك تبقى واقعي وتشوف الأمور على حقيقتها. الأمل في السجون بيدمر العمر. الله يطمنك يا إخوانا، رجعوني زنزانتي. طب تعالى تعالى، خلاص خلاص، اقعد اقعد استريح، مش هفتح بوقي معاك بكلمة. اعمل له شاي يا ابو مصعب. عمرك يا دكتور. ابو مصعب كام معلقة سكر ان شاء الله؟ طب 3 معالق واللي انت تشوفه. ماشي. كتير على فكرة، الصحي انك تاخد معلقة واحدة،
واحذر السموم الثلاثة: الملح والسكر والدقيق، بالذات في المعتقل، لأن صحتك هي رأس مالك، وإلا ربنا يحوجك لمحسن عرف الفاسد المعفن وأمثاله. لا إله إلا الله. بص يا دكتور إبراهيم، أنا مقدر كل اللي أنت عملته علشاني، وإن شاء الله أول ما ربنا يكرمني المية جنيه بتاعتك هترجع لك وفوقيها بوسة كمان، بس أنا بقى ما عنديش استعداد أقبل فكرة إن أنا معتقل أساسا، وسيادتك زي ما أنت بتقول مؤمن بفكر الجهاد، عشان كده ربنا ما شاء الله منزل عليك صبر وبتكلمني على كل الظلم اللي انت اتظلمته ده ولا اكنه فارق معاك، انما انا غير. طيب ما تطلع على الفكر ده يمكن يروقك. يا نهار اسود يا اخوانا، انتوا يا جدعان، انتوا يا جدعان يا اللي بره، يا عم انا عايز اتحبس انفراد الله يكرم، فكر مين بس يا عم الحاج اللي عايز اتعرف عليه؟ شاي. تسلم ايديك يا ابو مصعب، ما كانش ليه لازمه التعب. روح انت يا ابو مصعب اشرب الشاي واهدى كده، ما تفضلش تدور على الغلب، الغلب ما فيش اكتر منه عندنا هنا. عارف يا دكتور، انا بقلق جدا من الشخص المتفائل اللي على طول مبتسم ده، عشان اللي شيعني وجابني هنا راجل كان طول النهار فشيخ لضبه. الله يكحمه بقى مطرح ما راح. لا لا، ادعي له بالهدايه، فان لم يهتدي يبقى ربنا يكحمه. ماشي، بس انا عايز افهم حاجه، لما انا مظلوم زي زيكم ليه مقعدني في حبس انفرادي؟ الفلوس يا اخي العزيز، الفلوس. لو معاك فلوس ممكن تقعد عندنا هنا طول اليوم وتروح تبات في زنزانتك، ولو معاك فلوس اكتر ممكن تقعد عندنا هنا على طول، واحنا تحت امرك لو حبيت. احنا؟ لا كتر الف خيرك، كفايه عليا التهمه اللي انا فيها، عندي امل ان اطلع منها، فبلاش حكايه احنا دي خالص. وعلى فكره في اول زياره ليا هرجع لك ال 100 جنيه بتاعتك. بتضحك على ايه؟ على حكايه الزياره دي يا انسان. زياره ايه؟ انت راجل دمك خفيف وربنا هيحزك ان شاء الله. الله، معناه ايه الكلام ده؟ انت مش لسه قايل ان بيجيلك زياره؟ عشان ده يحصل لازم يبقوا متاكدين انك رضيت بالظلم واتصالحت معاه، واهلك رضيوا بالظلم واتصالحوا معاه. انما لو حسوا للحظه ان الزياره لو جات لك هتطلب محامي وتعمل لهم قلق ومشاكل، يبقى تنسى موضوع الزياره دي خالص. وعلى فكره اعتبر المية جنيه اللي انت خدتهم قرض حسن، وبقى رده وقت ما ربنا يفتح عليك. اخويا امسك. جاي لك حبيب مش عدو والله يا ابو خالد، حقك على راسي من فوق على اللي جرالك، ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من اساسه. بس ما تنساش يا اطفالي انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟ عايز ايه يا عبد الرحيم؟ عايزك تفهمني يا صاحبي. انا مش صاحب حد. وماله؟ صحيح هي مرة واحدة اللي كان فيها عيش وملح فوق السطوح، فاكرها؟
أنا راجل صعيدي والمرة دي كفاية عندي اللي يبقى بينا عيش وملح. وحقك عليا إن فهمك ليه أنا عملت اللي زعلك مني. أنا لا عايز أفهم ولا نيلة. أنا كل اللي عايزه منك إنك تشهد بالحق في النيابة عشان أنا وأخويا ما نتظلمش. تاني هيقول لي نيابي. يا واد خالي ما هو ده اللي أنا جاي أقولهولك. أنت عارف إن أنا ما تعرضتش على النيابة من أصله؟ عارفها دي؟ يعني إيه؟ أمال جابوك هنا إزاي؟ اسأل روحك. انت عارف ان انا في تحقيقات امن الدوله ما رضيتش اجرب اسمي ولا انا منين، وقلت لهم ان فادت الذاكره وحصلت لي حادثه من كام شهر خلتني ما افتكرش حاجه عن نفسي واصل، وان راجل صاحب الورشه شغلني شفقي. وانت كده بجد ولا بتستعب؟ بغض النظر يا صاحبي، انت حكومه ولقيت حد قدامك عم يقول لك قصه الفيلم الهندي دي تدور وراه وتشوفه عم يكذب ولا كلامه صدق، ولا تبصم بالعشر على الكلام ده وتحطه في ورق رسمي. يعني انت ما شفتش النيابه؟ يا ابوي ده انا كنت خايف وعامل حساب اللي هتحول فيه النيابه دوت، لانها ممكن تحولني على الطب الشرعي وهناك يعملوا لي تحليل الدي ان ايه. طب ما انت فل اهو عارف الدي ان ايه. ليه؟ قالوا لك عليا جاي من ورا الجاموسه؟ ده اللي جاي من وراها يعرف الدي ان ايه. ومع ذلك الحكومه الالكترونيه بتاعتنا ما فكرتش انها تعمله. عايزني بقى ما احمدش ربنا وابوس ايدي وش وضهر واروح اقول لهم حولوني للنيابه عشان افضح نفسي بنفسي. وده اللي انا نفسي افهمه. انت عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ يفرق السؤال الاولاني عن التاني كتير يا ابو. ماشي عبد الرحيم، خلينا في السؤال التاني عشان افهمك. عاجبك رميتك في السجن دي؟ بصراحه تقبل مكان بالنسبه لي في الدنيا. فهمتك انا كده. أقول لك اللي فيها وأمر لله، مش بس عشان استرجلتك وعارفك هتقدر ظروفي، إنما عشان لو حكيته لأي حد هكدبك وهقول عليك عم تتبلى على راجل فقد الذاكرة زي نور الشريف في تمثيلية الراجل الآخر. يا عم ارحمنا، ارحمنا من الثقافة بتاعتك دي وفهمنا إيه اللي حاصل. مش عايز أفكاكة دي يعني يا أبو المفهومية. راجل صعيدي هربان في اسكندرية ولما تجيله الفرصة يخش السجن يضحك بدل ما كان بيبكي كل ليله وهو نايم. يبقى هربان من طاعه. ايه يا راجل يا مسجل؟ ما قريتش عن حوادث الطرف الصعيد؟ طب بلاش. ما شفتهاش في التمثيلات والافلام. انت هربان من طاعه عشان ترمي نفسك في تهمه هتجيب لك اعدام. ومين قال لك انهم هيعدموني؟ طبعا. هيعدموك ازاي وانت شهدت ضدنا بالباطل؟ يا سيدي انا لا شهدت ولا اتنيلت. أنا بقول لك أنا ما اتخدش أجوالي من أصله. أنت لما رحت النيابة حد جاب لك سيرة بحاجة؟ صحيح. دول جابوا لي سيرة شهادة عاصم بس الله يرحمه. شهادة ابن الكلب اللي اسمه إسماعيل ده بس ربنا عطرني فيه. أها شفت؟ يعني هم ما لهمش مصلحة أساساً إن اسمي يجي في القضية. ليه؟ عشان لو اسمي جه في القضية يبقى لازم يثبتوا شخصيتي وتحاليل وتحريات ومباحث وتدوير وكل ده هيعطلهم، وهم عايزين يكروتوا القضيه سريع سريع عشان يطلعوا قدام القيادات ان كل شيء تمام والامن مستتب. يبقى لازم اللي زي يتنيل على عيني اللي خلفوه ويختفي لحد ما الدنيا يبان لها بيان. وانا اللي صدقت انك كهربائي سيارات. بس انا صدقت انك مهندس ميكانيكا. ما انت خابر الدنيا واللي فيها يا اطخاني. انا عايز افهم، طب هم جابونا احنا الاثنين ليه سجن واحد؟ ما كانوا يودوا كل واحد فينا سجن عشان ما نتقابلش. وهم كانوا يعرفوا منين ان قلبي هيرتاح لك وهحكي لك عشان تهمد وتسيبني في حالي وترحم نفسك من الهري والنكد اللي انت عايش فيه ده؟ وبعدين يعني انت فاكر ان الناس ديت يعني عامله حساب اللي زيي واللي زيك وان احنا ممكن نضرهم في حاجه؟ جرايه يا باشمهندس، ده حتى كان باين على الواد اخوك لما جه انه راجل واعي وفاهم البلد دي ماشيه ازاي. يعني ايه؟ اسكت واحط في بقي جزمه؟ مين قال كده؟ سلمها لله وشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. الاختيار الوحيد اللي قدامي يبقى لون حبل المشنقة اللي هتلف حوالين رقبتي انا واخويا، مش كده؟ يا ابوي احمد ربنا ان اخوك هربان، وادعي له ان ربنا يسهلها له ويهج بره المخروبه دي كلها. وبعدين يا اخي احمد ربنا انك لسه عايش، مش زي عاصم اللي قتلوه ولا زي اسماعيل اللي ما نعرفش عملوا فيه ايه. اسماعيل زمانه متنعم دلوقتي مش زينا يا سيدي. هيروح من ربنا فين؟ يعني ايه؟
الآية هتتقلب؟ أنت هتنام كل يوم وتشخر وأنا هقعد أعيط زيك؟ مش بقول لك قلب ارتاح لك؟ بقول لك إيه؟ ما تيجي نربط مع جماعة الدكتور براهيم ينقلونا العنبر عنديهم بالاتفاق مع الضابط المشرف. الجماعة شاريين، ما تقفلش دماغك معاهم. قول كده بقى، كده بانت، هم اللي بعتينك، ها؟ امشي من قدام يا عبد الرحيم، امشي بدل ما افتح دماغك، جاتك البلا، ولا اقول لك انا اللي همشي. على كيفك، اول ما شفتك قلت عليك فجري ابن فجري. معلش يا بنتي، ربنا يكفيك شر المواصلات. لا حسن خير يا عمو، قصدي يا اسطى. امال الشيخ حسين فين؟ الشيخ حسين؟ اه لو سامع كنت بتقول الشيخ حسين دي هيتجعص قوي. انا قلت بعد ما احنا جايين عند راجل كبار وخبره مفيش داعي نجيب حسين معانا رحمه بيه وبينا. على رايك فعلا عندك حق، ممكن يطلع زرابين الراجل وراجل يفتكرنا بقى ايام البوليس. لا لا احنا مش ناقصين. اتفضل. بمناسبه البوليس ده احنا طبعا هنقول له يا مت ولا سياده اللواء ولا نقول له ايه يعني؟ بص هو بيحب الناس تقول له يا حلمي ليه؟ اه يعني انا عارفه حضرتك هتقول لي انه الحاويه اتلغت لايام الثوره، هقول لك معلش تخطى على قد عقله. وعلى فكره هو بيحب لقب بيه ده يعني باب الاحترام، مش لسبب طبقي يعني ولا حاجه. ماشي، كان ليك حاجه عند اللواء قول له يا باشا. كده؟ توكلنا على الله. يلا ربنا يجيب لك حاجه سليم. اتفضل يا سليم. اتفضل. انت متخيله بقى ان في البلد حد ايا كان علاقته بالبوليس يقدر يديكي معلومات عن قضيه بالشكل ده؟ والله ممكن، انا كنت فاكره ان حضرتك جامد يعني، بس يسهر كنت فاهمه غلط. بصي بقى، موضوع لا له علاقه لا بنفوس ولا بجمود ولا بعلاقات زي ما انت متصوره. طب ما انت ممكن اهو تطلبي مني اي معلومات عن اي قضيه جنائيه من اسوان لغايه اسكندريه وانا هديها لك جاست لايك ذات. بس لما يبقى الموضوع له علاقه بقضيه سياسيه ربما محتاجين علاقات زياده فهم للدوله. لكن لما يوصل للارهاب بقى يو جاست فورجيت اباوت ات. احنا مش جايين طالبين الافراج عن ابني، احنا عاوزين نعرف هو مسجون فين، اي ورقه تثبت هم رحلوه على انهي سجن. ام سوري يا فندم، انا فعلا متعاطف مع سيادتك، بس ادي حكم الله وحكم الثوره بتاعتكم. الثوره بتاعتنا؟ انتوا ليكوا كام ثوره؟ ثوره 19 دي بتاعتنا، انتوا ليكوا ثوره 52 مش كده؟ بالمناسبه منى قالت لي ان سيادتك قياده عماليه واسمك كمان عبد الناصر، انت اكيد مواليد الخمسينات، ها؟ مهووس بقى بانجازات الثوره واكتسابات الطبقه العامله، ممكن برضه تقتل نفسك عشان 50% عمال و50% فلاحين، مش كده برضو؟ عاوز اقول لحضرتك انا مش ناصري، ومع ذلك انا مش فاهم هي ثوره 23 يوليو اللي ماتت وشبعت موت حرقه سيادتك في ايه؟ ماتت ازاي؟ مش هي اللي بتتحكم شرعيتها البلد اليومين دول؟ ولا هتقولي بقى اللي يحكم البلد الثوره المضاده وكلام اللي بيحبوا الناصريين يقولوه بقى بس عشان يبرروا جرائم جنرال يوليو؟ ما تيجي نتحاشى الجزئيه دي ونركز ازاي بقى كل ده بيأثر على قضيه احمد محمود. ممكن؟ انا اقول لك يا ستي، ما هو من منجزات ثوره يوليو المجيده انها خلت الحريات الفرديه للمواطن تتقلص وتتضاءل وتنعدم، ما تستشعر ان المواطن ده بيشكل خطر على امن الوطن. الكلام ده طبعا من وجهه نظر اي مسؤول في الدوله. ما تستشعر هذا الخطر تسقط اي حريات واي حقوق للمواطن ده، وتبقى عمليه انك تفعصه بقى سياسيا او اجتماعيا حاجه مرحب بيها، ما هي معموله عشان الصالح العام. وبناء عليه لما يبقى ابن زي ابن سيادتك بيجي في قضيه ليها علاقه بالارهاب الديني بيبقى من عاشر المستحيلات انه يفكر انه هو زيه زي اي معارض سياسي له حقوق. هو ملوش حقوق ولا حريات ولا حتى حق في المحاكمه ولا حق بالزياره، ومحدش هيعترض. ليه؟ لانه الراجل ده بيشكل خطر على امن الوطن. هتفضل بقى حياته متعلقه في ايد الساهرين على حمايه امن هذا الوطن. لا بقى، ما انا ما اقدرش اسمع الكلام ده واقعد ساكت، والا هتجيني جلطه طب ساكت. وسيادتك يعني عمال تتكلم وماسك السيجار تنفخ في وشنا ومالكش اي علاقه بالنظام القمع اللي بتتكلم عنه؟ ما سيادتك كنت لواء، كنت بتخدم النظام ده، النظام اللي بدل الامن السياسي على الامن الجنائي، جاي دلوقتي زايد عليا انا اللي دخلت المعتقل يجي 10 مرات. جود فور يو يا عزيزي، انا مش بزايد عليك ولا حاجه،
انا كنت بحاول اشرح لك وضع انا ما اقدرش انكر ان انا كنت جزء منه في يوم من الايام، بس على الاقل انا ما اهنتش اي مواطن بقلم على قفاه. تحب اقول لك حاجه كمان؟ انا عندي استعداد، كان عندي استعداد ان انا ارجع للبوليس عزه ومجده، بس ايام ما كان بيخدم الشعب مش بيخدم الحاكم. يعني قبل ثوره 23 يوليو ما كانش في امن سياسي، ما كانش في معتقلات، ما كانش في مخبرين، ما كانش في اغتيالات سياسيه. اطلع كذاب لو قلت لك لا، بس سيادتك برضو تطلع كذاب لو انكرت انه ما فيش ولا نسبه ولا تناسب بين القمع اللي هو جزء من النظام وبين الدوله اللي بقت كلها قمعيه. طب انا هقول لك حاجه، احنا بعد كام يوم داخلين على احتفالات عيد الشرطه، طبعا في ولاد على فيسبوك وتويتر عمال بيجهزوا حاجات وهينزل مظاهرات عشان يضايقوا الشرطه في عيدهم. يعني حضرتك طبعا فاكر ملابسات هذا اليوم، ازاي البوليس المصري بقياده فؤاد سراج الدين باشا قام في وش الانجليز. تقدر تقول لي كم واحد من الجينيريشن دي ولا حتى من اللي سبقها عنده فكره عن الموضوع ده؟ هذا الموضوع يمثل له فخر، اعتزاز، فضل في وجدانه، مش هتلاقي اي حد فاكر اي حاجه عن اي حاجه. بس ده مش معناه ان مصر قبل الثوره كانت جنه الله في الارض. ده ما كانش فيه مواطنين، المواطنين كانوا رعايا عند الملك. الانتخابات كانت شكليه، لما حزب الوفد كان بينجح الملك كان بيلغي الانتخابات. الصحافه كان لها حدود، الصحفيين كانوا بيدخلوا السجن. الثروه كانت مركزه في ايدين مية. الناس كانت بتمشي في الشارع حافيه ويجي الليل تبات جعانه. انا كده I rest my case. قولي له حاجه يا منى، لانه واضح الاستاذ ده مش عايش معانا في نفس البلد. يا اكسلانس بلدك ايه غير كل الحاجات اللي حضرتك قاعد بتقولها دي؟ يا حلمي بيه، انا كنت اعرف ان شهاده حضرتك النهارده مفتوحه قوي كده على التاريخ السياسي، ما كناش جبنا الراجل من رشيده عشان تساعده، كنت جيت انا واخدت الدش السياسي ده لوحدي. خليه يتكلم، هو مهما اتكلم مش هيقدر يغير من اللي عمله عبد الناصر. عبد الناصر عمل البلد دي كرامه واستقلال وتنميه، بس للاسف غياب الديمقراطيه كان غلطه كبيره. لا قول جريمه عشان احبك. هو كان ما كانش هيصلحها عشان ما احبكش. لا كان هيصلح وارجع لاجتماعات الاتحاد الاشتراكي. بصي يا منى، انا كده هفقد اعصابي وممكن اتوتر وتزعلي مني. ممكن تهدوا شويه يا جماعه عشان خاطري؟ بصوا تعالوا نقول انه ثوره يوليو دي فعلا خربت البلد، خلاص يا انكل؟ بس في نفس الوقت يا اسطى هي نقلت البلد نقله عظيمه جدا. خلاص؟ انا بصراحه مش قادره افهم الجيل بتاعكم خالص. مش فاهمة انتوا ليه مصرين تعيشوا في ملفات الماضي؟ معناها بصراحة لا بتجيب ولا بتودي خالص. اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. في دي معاك حق؟ لا بس احنا بقى ان شاء الله هنعمل مستقبلنا بإيدنا ومن غير الماضي بتاعكم ده. انتوا مش هتعرفوا تعملوا أي حاجة قبل ما تهدوا نظام يوليو ده كله على بعضه. طب ما نرجع لروح يوليو. يوليو اللي انحازت للغالبية العظمى من أبناء الشعب. تاني هيقول لي غالبية؟ أنت مغيب يا أستاذ. اسمع، أنا لا أسمح لك إنك تتطور عليا، وأنت يعني عشان ماسك سيجارة عمال تنفخ فيه، هتقل أدبك علينا؟ لا، لغاية كده والحوار انتهى، بس قبل ما تمشوا، أنا اللي عايز أسألك، أنا اللي مستغرب أساساً إزاي مواطن زيك عانى كل المعاناة دي من النظام السابق، ولسه لغاية دلوقتي بتدافع عنه. أنت أكيد في حاجة مش مظبوطة. He needs help. اتفضلوا. عن إذنك. نورتوني. ما كانش ينفع اسكت، كان لازم اعمل كده. بالعكس ده انا اللي اسفه جدا يا عم. ايه يا اسطى؟ انا اسفه يا اسطى. ولا يهمك، ما تفرقش. مش فاهمه. انا كلمته النهارده الصبح، اديته الاسم والبيانات، واديته كده ملخص عن الموضوع، وقال لي عادي عليا بالليل هيكون عندي معلومات. انا مش فاهمه، عمري ما تخيلت ابدا يبقى عدواني كده. ولا يهمك، انا ما سكتلوش، وقفته عند حده. تمام. ايه؟ بتضحك عليه؟ لا ابدا. اصل بس متخيله انكل حلم هو بيقول لمديريه مكتبه، بس انا ما سكتلوش، وقفته عند حده. مش فاهمه الجيل بتاعكم طول الوقت فاكر انه مثبت الناس موقفهم عند حدهم. ما انا في الحقيقه بقى بحس بصراحه يعني ان انتوا واقفين في مكانكم، كل واحد واقف محلك سر. اه انت كده هتكملي عليا بقى، هتخليني اشك ان اللي حصل جوه ده كان مؤامره. لا والله العظيم ابدا. انا بس معلش يظهر الكلمتين دول كانوا محشورين في زوري، ما عرفتش اقولهم جوه. بجد انا اسف، حقك عليا. بص يا بنتي، اوعي تخلي حد يضحك عليكي في موضوع الاجيال ده.
أنا عارف أنتوا اللي زيك عرفانين مننا، شايفين إن إحنا اللي ضيعنا البلد، بس أنتوا معذورين عشان ما خدتوش فرصتكم في الحياة. لكن لما تدخلوا الحياة وتاخدوا فرصتكم هتعرفوا إن المسألة مش مسألة أجيال ولا سن ولا عمر، المسألة مسألة انتماء وانحياز. ممكن واحد عجوز لكن منحاز للشباب، ممكن يكون فيه شاب لكن جواه روح عبد يقبل إن عجوز يحكمه. والله عندك حق، أنا لازم ألحق طريقي بقى، بس يعني لازم أدبر كذبة مظبوطة على أم العيال. مش هتصدق إنني ما عرفتش حاجة، أنت بقى لازم تساعديني. يعني؟